بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمود. مرحب بكم شباب. النهاردة إن شاء الله هنكمل الدورة بتاعت احتراف صيانة الشاشات الـ LCD والـ LED. هنتكلم النهاردة على أشهر أعطال الشاشات. معانا شاشة هنشتغل عليها. الشاشة دي قطعة باور تمام، المفروض إن الليد هنا شغال، مفيش أي حاجة، تمام. طيب قبل ما نتكلم، بس هنقول حاجة بسيطة في العطل اللي احنا هنشوفه مع بعض ده، علشان كتير جدا هيقول ده عطل سهل جدا. مجرد ما افتح البوردة بتاعتي وابص عليها بالفحص البصري كده، مجرد ما ابص كده هلاقي عندي 3 مكثفات زي ما احنا شايفين منتفخ. المكثفات دي فيها عيب مش شغال. مكثف ده اهو زي ما احنا شايفين فيه انتفاخ، وفي اوقات المكثف بيبقى بايظ خالص. طيب مفيش مكثف زيه، بس بيبقى المكثف طالع منه المادة اللي جوه. طيب ده عيب مشهور جدا، مشهور جدا. ازاي؟ احنا ممكن نقسم زي ما قلنا قبل كده، عندي 75% من أعطال الشاشات بتمثل في بوردة الباور. طيب 75% من الأعطال اللي هي بتتمثل في بوردة الباور دي بتتمثل في مكثفات. فأنا فني صيانة شاشات أو هشتغل في الشاشات، لازم أكون بدراية بأشهر أنواع المكثفات وأكون محتفظ بيها، لأن هلاقي 75% من أعطال المذر بورد بتاعة الشاشات اللي هي بوردة الباور سبلاي اللي معانا دي هلاقيها مكثفات. ليه؟ لأن المكثفات اللي في الشاشات اللي هي موجودة مكثفات كيماوية، فسهل على طول ان هي تبوظ. طب احنا هنعرف ازاي اذا كانت المكثفات هي المشكلة؟ اولا فحص بصري زي ما احنا ما شايفين كده. تاني حاجة فحص عملي. فحص عملي ازاي؟ احنا دلوقتي هنوصل الشاشة، المفروض ان انا ارفع الفولتات الاساسية. طبعا احنا هنتكلم ان شاء الله بالتفصيل عن الفولتات. اول حاجة هقيس الدخل اللي هو بتاع الشاشة على 750، المفروض ان هي AC او التيار المتردد. فانا هقيس دخل الشاشة، هلاقي عندي الدخل غالبا ان شاء الله مظبوط. زي ما احنا شايفين الدخل عندي 239، فانا الكهرباء كده بالنسبة لي مظبوطة جدا، تمام. هقيس عندي قياس تاني على الديودات اللي هي بعد المحول، ده مديني قياس اهو، فده كده شغال، ده كده شغال، ده كده شغال، تمام. طيب انا لغيت النقطة دي او الديودات، هقيس قياس تاني اللي هو المفروض الخارج بتاع البوردة كلها. الخارج بتاعي بيكون على السوكس زي كده، وموجود عندي القياسات اللي المفروض تطلع لي على الكونكتور ده اللي هي 24 وال12، تمام. هنقيس، مش هو الجهد المطلوب، المفروض يطلع على السوكت الاولاني ده، المفروض يطلع على السوكت الاولاني ده 24، اللي بعديه 12، وباقي الفولتات اللي هي 5. طبعا مفيش اي خارج، بس الفولتات طلع عندي على الديودات. يبقى كده العيب هيتمثل في المكثفات. يبقى احنا زي ما احنا ما بنقول كده، ان انا 75 من اعطال الشاشات في بوردة الباور سبلاي
فانا لازم اكون فاهم بوردة الباور سبلاي كويس جدا. 75% من اعطال البوردة نفسها بتتمثل في المكثفات. طيب احنا نمسك المكثفات بتاعت البوردة دي ونغيرها ونشوف هل فعلا هي المكثفات ولا في حاجة تانية كده. وبرضه هنشوف حاجة مهمة جدا في العطل ده، ان احنا في اوقات هنستخدم بدائل المكثفات اللي موجودة، وهنقول بنستخدمها ليه وازاي وامتى. نخلع بالاول المكثفات. المكثف الأولاني 470/50، المكثف الثاني 1000/16، المكثف الثالث 680/16، 680 مايكرو فراد على 16 فولت. ده المكثف الثاني. طيب احنا دلوقتي المفروض ان احنا هنجيب بدائل المكثفات دي، وادي البدائل الموجودة. البدائل موجودة معانا. طيب احنا موجود معانا 470/50 جديد، موجود معانا 1000/25، المفروض ان هو 1000/16. طيب انا هركب مكثف بدل المكثف ده اللي هو 25. هيفرق معايا في حاجة؟ في الغالب مش هيفرق معايا، لان انا ممكن اغير في الفولت. معايا الفولت انا 16، احط فولت اعلى، ما احطش فولت اقل، لان معنى الفولت ده ان الماكسيمم بتاع المكثف بيستحمل لغاية 16، فلو حطيت اقل المكثف مش هيقعد معايا، وممكن في اول التشغيل المكثف يضرب مني على طول او ما يشتغلش. طيب احط زيادة، احط زيادة مفيش مشاكل، لان 25 اكيد هتبقى اعلى من 16، فهيبقى في مجال كبير ان انا ان المكثف بتاعي هيفضل شغال. حاجة تاني انا ممكن اعملها وبتشتغل معايا في اوقات كتير جدا، ان انا لما بيكون عندي مكثف، المكثف ده في المذر بورد دي معروف مثلا ان الموديل ده، يعني في موديلات مشهورة في الشاشات، المكثف مكثفات معينة هي اللي بتعمل المشكلة دي، فعلى طول انا دايركت بروح مركب مكثف اعلى من القيمة بتاعته. احنا مش هنعدل طبعا على اللي صنع الشاشة، ولكن بطبيعة الشغل او طبيعة عملنا المكثف ده بيجي على طول في نفس العيب في نفس الشاشة، فعلى طول بحط مكثف اعلى في قيمة الفولت علشان المكثف يعيش فترة أطول وما يأثرش معايا على الشاشة، لأن طبعا الفولت زي ما بنقول الزيادة بتاعته مش هتفرق معايا كتير. ممكن برضو في حالة إن أنا ما عندي مثلا المكثف بتاعي 1000/16، ومش متاح معايا دلوقتي 1000/16، ممكن أحط قيمة أعلى بسيطة مثلا 1200/16، هيشتغل معايا مش هيعمل مشكلة، لأن قيمة المايكرو فراد قيمة بسيط. ممكن مثلا ال 750 ال 700 وال 470 ده ما يكونش متاح كتير، يعني ال 740 ده كتير مش متاح، فممكن احط 680 هيشتغل معايا مفيش مشكلة، ويكون الفولت بتاعه برضو اعلى. دي بدائل المكثفات، لان في ناس كتير بتسأل على ينفع ان انا احط بديل. ينفع ان انا احط بديل،
بس هيكون في حدود المعقول، مش هتكون القيمة أعلى أوي. يعني مثلا مكثف 1500، ده 1500 ميكرو فراد بقى حاليا قليل في السوق جدا، أنا بتكلم بالنسبة للمنطقة اللي أنا فيها. فالبديل بتاعه على طول 1800 على نفس الفولت، أو لو فولت أعلى مش هتفرق. ده بالنسبة لبعض البدائل. هيبقى نركب المكثفات وهنشوف البوردة بتاعتنا. طبعا كان أول واحد اللي هو 470/50، تاني واحد كان 1000/16، طبعا هخلي بالي من موضوع اللي هي الأرضي والموجب والسالب. حط 680، جرب بسم الله. طيب كده الشاشة الليد اشتغل والشاشة اشتغلت، نقدر ان احنا دلوقتي نجربها. على اي جهاز كمبيوتر ان شاء الله هتشتغل معانا. الشاشة قامت معانا باور وزرار الباور بيستجيب معانا كده، الشاشة ما فيهاش أي مشكلة. يبقى احنا كده عرفنا حاجتين مهمين جدا، قاعدة لازم كده أكون عارفها طالما أنا هشتغل في الشاشات. القاعدة دي بتقول إن 75% من أعطال الشاشات في بوردة الباور، 75% ويمكن أكتر كمان من الأعطال في بوردة الباور في المكثفات، لأن بوردة الداتا لو بصينا عليها مش هنلاقي فيها مكثفات كبيرة، كلها مكثفات صغيرة. أعطال بوردة الداتا بتمثل إما السوكت فيه مشكلة، أو البروسيسور، أو الأي سي الكبير، أو ملف الشحن، أو ملف البايوس فيه خلل، فبالتالي نعمل إعادة شحن للملف بيشتغل. ده أشهر عيب في الشاشات. وإن شاء الله متنساش تتابع معانا الحلقات اللي فاتت من الدورة، وانتظرنا في حلقات جديدة. واللي مش مشترك في القناة اشترك فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.